وعبد العزيز يذكر أنه اشترى أضحية بدين إلى آخر هذا الشهر أو إلى آخر شهر ذي الحجة، وسبق أن كان عليه نذر أن يذبح كذلك ذبيحة، فهل يمكن الجمع بينهما في أضحية واحدة أم أنه يجب أنه يقدم الأضحية على النذر أو العكس؟ أولا هذا من عقود التبرعات يسميها للعلم، يجوز له الرجوع عن الأضحية، يجوز له ذلك حتى لو نواها، ويبدأ بحق الله عز وجل في النذر، الحق الواجب. أما الأضحية فهي مستحبة عند الكافة من أهل العلم، هي مستحبة استحبابا مؤكدا لكنها ليست واجبة على الصحيح حتى عند المقتدر، يعني اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن القادر يجب عليه، والأظهر هو قول الجماهير أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة، فأرى له أن يدع هذه النافلة وأن يفي بنذره فهو أوجب عليه. هذا إذا كان في التعارض، إذا ما في التعارض فيضحي على وضعه ويفي بنذره على وضعه، بس يبدو أن عنده تعارض لأنه استدان دينا لأجل الأضحية. صحيح. وهنا أيضا أذكر أنه يكره كراهة شديدة أن يستدين الإنسان حتى ولو غلب على ظنه أنه يجد سداد هذا المبلغ، يكره، لكن لو فعل صحت منه وأجر على هذا، يؤجر على هذا العمل، ولكنه يكره منه أن يشغل ذمته من غير حاجة، لكنه لو فعل وهو يغلب على ظنه أن يجد سدادها فهو جائز وتصح منه أضحيته. نعم.